فقد السودان علم من أعلامه وأديبا من أدبائه، ذلكم الشيخ البروفيسور العلامة الحبر يوسف نور الدايم رحمة الله تعالى عليه. يفقد السودان أحد من قاماته والوضع في المجمل مصاب وكرب. نسأل الله أنه يرحم شيخنا ويكرم نزله ويعوضنا خيرا. يا أخواننا فترتوا ما تفتروا، عليكم بالدعاء أقل القليل لنصرة أهلنا في غزة وأهلنا في السودان. الدعاء سلاح المؤمن، ما تنسوا غزة والسودان من دعائكم. لحد هنا نصل لختام حلقتنا، ما تنسوا الشير والسبسكرايب، ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك، ولو ما عجبكم برضو اضغطوا لايك. نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. سلام.